هو الفشل الكلوي الحاد؟ الفشل الكلوي الحاد هو توقف مؤقت ومفاجئ لوظائف الكلى، عادة بيحدث بنتكلم عليه أكتر على كلوة سليمة. واحد كان عنده كلوة سليمة وفجأة اكتشف في فترة قصيرة اكتشف إنه هو بيعاني من قصور في وظائف الكلى، وتصنفت درجاتها إلى كذا درجة حسب كمية البول اللي بيجي في اليوم. أسبابها في الأغلب أسباب متنوعة، لكن في أغلب الأحوال بنشوف تأثير حساسية بتحصل من بعض الأدوية اللي مستخدمة بدون حذر أو استخدمت ولم تتابع بالمعنى المفهوم. في فشل كلوي حاد تاني ممكن يحصل على كلوة مريضة، بمعنى أن هو مستوى وظائف الكلى متوسط وفجأة تدهور غير التدهور الطبيعي اللي ممكن يحصل. ده برضو بنقول عليه acute on top of chronic. لكن الفشل الكلوي الحاد acute kidney injury في الأغلب أنه كله نقدر نسترجعه. شكرا جدا.